أعلن نقيب المهنة التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي في مداخلة هاتفية له لبرنامج الحياة اليوم، مؤكداً أنها تعرضت لأزمات صحية ومفاجئة قبل وفاتها بساعات قليلة، وتمثلت هذه الأزمات في هبوط حاد في الدورة الدموية وجلطة قلبية وفشل تنفسي حاد، مما أدى إلى وفاتها على الفور بعدما توقفت عضلة القلب. وكشفت الفنانة المصرية وفاء سالم عن تفاصيل الظلم الذي تعرضت له صديقتها الفنانة جالا فهمي في السنوات الماضية من عمرها، وقالت وفاء سالم لموقع القاهرة 24 أن الفنانة جالا فهمي تعرضت لحرب نفسية، حيث أن هناك بعض الأشخاص الذين أجبروها على الابتعاد عن الساحة الفنية وحطموها وأمرضوها نفسيا. وأضافت أيضا كانت معظم أعمال جالا فهمي من إنتاجها، وصرفت على مسلسل كاميليا كل اللي حلتها وأمرضها نفسيا بإيقافه، وهي ما كانتش بتستقبل أي حد في بيتها، بقالها 20 سنة بتتعذب لأن المرض النفسي أسوأ أنواع العذاب. وتابعت أيضا وقالت أنا بتكلم دلوقتي وجسم كله بيترعش، في الفترة الأخيرة رفضت تشوف أي مخلوق وحست أن الدنيا اتقفلت في وشها ودبلت وتلاشت وما كانتش عايزة تعيش، والحادثة الأساسية اللي تعرضت لها سببت لها حرب نفسية، فالحرب النفسية أسوأ أنواع العذاب. ثم كتبت الفنانة وفاء سالم عبر حسابها الشخصي بالفيسبوك وقالت القتل بلا رحمة، أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت، هيروحوا من ربنا فين؟ إنه العدل، إنها الآن في سلام، هل هم في سلام؟ لم يرحموا روحها الطيبة، لكن الرحمة هي الله. وقد أثار نبأ وفاة الفنانة جالا فهمي الكثير من علامات الاستفهام لدى محبيها الذين يرغبون في التعرف عليها شخصيا وفنيا، فهي ممثلة تنتمي لأسرة فنية، حيث أن والدها المخرج الراحل أشرف فهمي وشقيقها هو مدير التصوير مصطفى فهمي، وهي أيضا أخت غير شقيقة للموسيقار عمرو سليم. ديانة الفنانة جالا فهمي هي الديانة الإسلامية، وجنسيتها هي الجنسية المصرية على الرغم من تعدد ثقافتها ولغاتها ما بين الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، حيث قضت الفنانة جالا فهمي جزء كبير من حياتها في دولة تشيلي، ثم انتقلت مع أسرتها إلى مدريد، ولأن والدتها خريجة آداب فرنسي وجدتها أيضا خريجة مدارس فرنسية، لذلك أتقنت الفنانة اللغة الفرنسية بجانب اللغة الإنجليزية والإسبانية. ولدت الفنانة جالا فهمي في مدينة القاهرة يوم 6 نوفمبر من عام 1962، ومع إعلان وفاتها يوم أمس ستكون قد فارقت الحياة بعمر 59 عاماً. ودرست الفنانة جالا فهمي في كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على الليسانس قسم اللغة الإنجليزية في عام 1986، ولكنها دخلت الفن في سن صغير في عام 1974، وذلك بفضل والدها المخرج أشرف فهمي الذي ساعدها على الدخول في بعض الأعمال السينمائية. تزوجت الفنانة جالا فهمي 4 مرات في حياتها، الزوج الأول وهو الموسيقار عمر خيرت ورزقت منه بابنها الوحيد عمر، والزوج الثاني كريم زغيب، والزوج الثالث هو المخرج شريف شعبان، والزوج الرابع والحالي حتى وفاتها هو المنتج عمرو حجازي، والذي أنتج لها فيلمها الشهير جالا جالا. وفي أحد لقاءات الفنانة جالا فهمي قالت الفنانة أن عملها بالفن جعل حياتها الزوجية غير مستقرة، وهو السبب في فشل كل زيجاتها السابقة. وعن فشل زواجها من الموسيقار الشهير عمر خيرت قالت عمر فنان غريب الأطوار، منطوي وخجول وعلى طول مع نفسه ومقفول على نفسه، عمر عايز العالم كله يدور في فلكه، وأنا معرفش أدور في فلك حد، وكنت طول الوقت حاسة إن لوحدي ومفيش مشاركة. أما عن آخر ظهور للفنانة جالا فهمي فقد ظهرت الفنانة في جنازة الكابتن طارق سليم نجم النادي الأهلي السابق في شهر يوليو من عام 2016، ولم يتعرف عليها الكثير من الأشخاص بسبب علامات التقدم في العمر التي بدت عليها.